بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم جينا في هذا المسجد هنصلي فيه صلاة التراويح بالموافق 10 رمضان 1444. طبعا المسجد هذا هو فراو البندي، جاي من مطار القديم واتجه على راجا بازار. طبعا هو على اليسار في مجمع سكني. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء عليك منها قائم وعصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربي وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أمر ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأثير الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة.